احنا دلوقتي موجودين في مكان بتحبه كل ست وبيجري منه اي راجل. اوعى تصدق اي واحده بنت او ست هتقولك انا ما بحبش الذهب. احنا مولودين بنحب الذهب. احنا النهارده موجودين عند الاستاذ حسين صاحب اقدم محل جواهرجي مش سايغ في الزمالك. عم حسين ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، منورنا في برنامج اهلي. انت اللي منورانا حبيبي. كلمنا عن صناعه الذهب او حرفه الذهب ابا عن جد في عيلتكم، ابتدت ازاي معاكم؟ هي ابتدت والدي الله يرحمه، كان اول ما بدا كان في ورشه في الساغه في وكاله اسمها وكاله الجواهرجيه، مشهوره قوي هناك دي بتاعت الناس اللي بتبيع الالماز وبيصنعوا الذهب نفسه. يعني احنا كان عندنا ورشه بتصنع الغوايش العيار 21 والتعابين، انت فاكره التعابين المجدوله؟ ده عندنا من زمان ومامتي. انا بقول لك احنا يعني من اول الناس اللي عملنا. ما بقتش موجوده دلوقتي، بتتعمل بس بالطلب. يعني اي حد، بس هي دلوقتي الموجوده الناس بقى اللي بتبيعها بيحبوا الناس الشغل القديم اكتر من الجديد. فدي التعابين يعني، لكن هي لحد دلوقتي في ناس بتسال عليها. وفي منها بيبقى ساده وفي منها بيبقى راكب الماز نوع اسمه من فلامنك من الالماز يعني. في ناس بتحبه ساده وفي ناس بتحبه بيبقى الراس والديل هم اللي متركبين. يبقى جد حضرتك او والدك هو اللي ابتدى؟ لا جدي، لا والدي. والله الله يرحمه. في الساغه في الورشه. قعدنا في الساغه الورشه كده لحد سنه 68 بقى. فكر ان هو كنا احنا اتولدنا بقى، انا ليا اربع اخوات صبيان واتنين بنات. ما شاء الله. فهو فكر ان احنا ياخد بقى محل لينا على اساس يبقى فرع تاني. فجي خدنا هنا في الزمالك، كان سنه 1968. من سنه 68 موجودين في الزمالك. امتى اول مره نزلت الورشه مع والدك؟ كان عندك كام سنه؟ وهل حضرتك، حضرتك بتقول ان انتوا خمس صبيان؟ لا اربعه. اربع صبيان. في حد غير حضرتك دخل المهنه من اخواتك؟ كلنا دخلنا المهنه. يعني احنا اثناء فتره التعليم في الاجازه كنا بننزل يا اما في الساغه يا اما هنا. طيب يعني كان في جزء بينزل الساغه وفي جزء بينزل هنا. حضرتك بقى اتعلقت بيها عن حب ولا علشان والدك قال تكمله من بعدي؟ لا انا خدتها عن حب. يعني احكي لي اول يوم نزلت الساغه في الورشه. كان في الساغه في الورشه دي كنت في سنه سته ابتدائي تقريبا. يعني الواحد كان بيتفرج طبعا وكده لحد ما بيبدا يشوف سنه سنه كده ويبدا يلعب او يشتغل كده بايده حاجه صنعت بايدك. يعني من ضمن الحاجات ان انت بتشوف الاول وبعد كده تبداي الخطوه الاولى ان انت تقدري تعملي حاجه تبقى صنايعي وقصه بس كده، بغض النظر عن انك ابن صاحب المكان. احنا كلنا خلصنا جامعات عليا ما شاء الله، بس موضوع المهنه هنا يعني احنا خدناها عن حب. يعني كل اب عنده مهنه معينه ولاده هيكملوا من بعده بيديهم اسرار المهنه. احكي لي على اول درس اتعلمته من السيد الوالد الله يرحمه. الامانه. 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 الامانه اهم حاجه في لان موضوع ان انت يبقى مثل محل ثقه وامانه. تمام. الزبون بيتربع او احنا الزبون اهم حاجه عندنا موضوع الامانه والثقه. انت عشان تيجي تشتري من اي محل ذهب بتدور على ايه؟ على حد امين. يا ثقه يا امانه. هم بس دي اللي احنا اتعلمناها ودي اللي كان دايما بيدقق عليه. ده الاول درس زرعه فيكوا كاخلاقيات. انا قصدي اول حاجه علمها لك كذهب تمسك ايه؟ اسرار المهنه اللي ابتدى يشربها لكم حاجه حاجه. ايه اول درس اتعلمته بعد الامانه؟ ما هي التعليم كان في الورشه نفسها. يعني احنا بيبقى كان عندنا مثلا ناس صناعيه، انت بتبقى في واقفه معاهم وبتشوفي بيعملوا ايه. تمام. وفي نفس الوقت بتبشريهم او انت فوقيهم على سن. احكي لي بقى عن اول يوم شايلك مسؤوليه قال لك انزل انت المحل، كان عندك كام سنه؟ كان عندي ثانويه عامه. كان هو تعب شويه وانا نزلت هنا الزمالك وقعدت فتره، كان هو خد دور كده الحمد لله. يعني الحمد لله ربنا يا رب يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. تعالى بقى نتكلم، حضرتك عندك حاجات شيقه جدا تحكيها لاهالينا عن عملائك من نجمات الزمن الجميل. مين كانوا عملاء المحل من نجمات الزمن الجميل؟ واحكي لنا مواقفك معاهم كتير كلهم. كتير قوي. اهالينا عايزين يعرفوا. من اهم الزباني اللي انا كنت بحبها جدا مدام هند رستم الله يرحمها. الله الله عليك.
احكي لي بقى ذكرياتك مع الهالة. كانت دايما هي بتيجي وتهزر معايا وبتيجي تشتري هدايا وكده. كان بنتها بوسي برضو من الناس المحترمه جدا جدا جدا. مدام هند رستم كانت بتشتري ايه؟ بتشتري حاجات هدايا كده، ساعات جنيهات ذهب، هدايا لو في حد عندها مناسبه ولا حاجه. كان بتشتري هدايا وكده. طيب مدام فاتن حمامه، مدام فاتن حمامه انا يعني هي ما جاتنيش هنا، بس انا طلعت لها فوق عند مدام صالح سليم، مدام زينب. كانت مدام زينب طلبت عايزه شويه هدايا لمدام فاتن تنقي منها حاجه. فانا نقيت شويه حاجات كده وطلعت لها فوق، وكانت بتنقي يعني. دي اول مره اشوف بقى مدام سيده الشاشه. طب احكي لي عن تعاملها، عن طريقتها، كلمنا عن. لا هي في الطبيعه كانك انسانه بشوشه جدا يعني، وبتحب الناس كلها. طب تفتكر اختارت ايه ساعتها واشترت ايه؟ كان في تعليق ايه الكرسي تقريبا. مناسبه حد مولود ولد، كانت نقت ايه الكرسي، انا فاكر دي كويس. طيب مين تاني من الشخصيات العامه زمن الجميل؟ الزمن الجميل برضو نفس عند عبد الحليم حافظ الله يرحمه. الله يرحمه. كانت مدام عليا برضو كانت عايزه شويه حاجات وكده، ورحت لها خدت لها برضه شويه حاجات كده. يوسف شعبان الله يرحمه. كان دايما بيحب ينقي هدايا لمراته كده، كل عيد ميلاد كان دايما بيجي ينقي حاجه للمدام بتاعته. احكي لنا بقى عن عملائك من الاسره المالكه او من الباشوات بتوع زمان. يعني اللي انا فاكره كان في سراج باشا، سراج فؤاد وحزب الوفد وكده، كان زمان عندنا، وكان ليه اخوه برضو كانت المدام بتاعته كانت بتيجي تنقي شويه حاجات وكده. الناس اللي انا فاكرها كويس جدا يعني. طيب بعيدا بقى عن المشاهير، حضرتك اول فرحه في حياه كل بنوته الشبكه. احكي لي بقى اهل الزمالك زمان كان بيختاروا الشبكه ايه، والنهارده الشبكه بقت ايه؟ خلينا زمان الاول كانوا بيختاروا ايه؟ زمان كانت بيبقى الغالب الطقم الكامل، طقم شبكه كامل، يبقى كوليه واسوره وخاتم وحلقه. تمام. يعني حسب مقدره او زي ما بيتفقوا. ممكن يجيبوا دبلتين وخاتم، اسوره ودبلتين كده يعني، بتبقى اختصروها في حاجات كده رمزيه شويه. طبعا فرحه كل بنت بتكمل بدبله عليها اسم خطيبها بحاجه بسيطه. حضرتك النهارده لو حبيت تقول ان في شبكه اقتصاديه، ازاي العريس يقدر يفرح عروسته بامكانيات بسيطه ما تضغطش عليه، يقدر يجيب ايه؟ ايه الحاجه اللي ممكن تنصح بيها العرايس والعرسان عشان يفرحوا وفي نفس الوقت ما يصرفوش فلوس كتير؟ دلوقتي والله بتبقى مثل، هو غالبا العروسه بتنقي الدبله بتاعتها وممكن خاتم ومحبس. تمام. العريس كده كده بيلبس دبله فضه. دي يعني اللي هو المتداول دلوقتي او المعقول قوي يعني. عايزه حضرتك بما انك يعني شارب الصنعه تقدم نصيحه لاهالينا في البيوت الستات، ازاي لو وقعوا في ايد حد ما عندوش ضمير وبيغش الذهب، يعرفوا ازاي الذهب المخشوش من اللي مش مخشوش؟ لا هم نفسيهم مش هيعرفوا، لازم يعني يوديه لحد هو اللي يحكم به. يعني هي طبعا مش هتعرف. فهي برضو بتاخده توديه لمحل تاني يقول لها اذا كان ده مظبوط ولا لا. حضرتك نورتنا في برنامج اهالينا. انتوا نورتونا وربنا يوفقنا للخير يا رب. ده وسعداء ان احنا موجودين في مكان عريق ومحافظ على هنيته، بتبيع كل سيدات مصر. ربنا بيحبوا المكان ده. ربنا وكل الرجاله بتقول يا رب تقفله بعد ساعتين. ربنا يوسع على حضرتك وتفضل دايما كده مصدر الذوق الراقي في الزمالك وما حولها. الله يكرمك. الحمد لله نورتنا يا استاذ حسين. نورتينا. كتر خير.